أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية خدایا، مجھے آج ان لوگوں میں قرار دے جو تجھ پر بھروسہ کرے، تیری بارگاہ میں کامیاب ہوں اور تیرے مغرب بندوں کو اپنے احساس سے طالبگاروں کی انتہا.